أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنا عودة معكم أحبائي في الدرس الثاني من دروس التربية التشكيلية للمستوى الرابع. أعزائي التلاميذ، قبل ما نبدأ غنقول لكم جوج حاجات وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يوفقني معكم. الحاجة الأولى أنكم تدعموا هذه القناة بالاشتراك والمشاركة والمشاهدة ديال الفيديوهات، وتطبقوا داكشي اللي كتعلموه إذا سهل الله وقدر تنفيدكم يعني على قدر المستطاع. والشيء الثاني أنه أنا عندي هذا الكتاب، هذا الرابع، إلا عندكم شي اسم شي كتاب آخر الرابع حطوه لي الاسم ديالو في التعليق وأنا نجيبه إن شاء الله، وما يكون غير الخطر ديالكم ونعد لكم حتى نتوما الفيديوهات الخاصة بكم باش حتى نتوما تعلموا هذه المادة. أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، القصد من هذه القناة والقصد من هذا الشيء هذا كامل أنكم تعتمدوا على راسكم وترسموا هذا الشيء بيديكم دون اللجوء إلى الوالدين أو أي حد يرسم لكم، وبالتالي ما تبقاش عندكم هذه عقدة في المسار المهني ديالكم وتجيبوا النقطة فيها ممتازة. إذن على بركة الله أعزائي التلاميذ، نبدأ الدرس الثاني من دروس التربية التشكيلية. الدرس الثاني مسألة إبداع، كيقول لك أضيف على المائدة فواكه وخضر أخرى ثم ألون الكل بالألوان الأولية والثانوية. إحنا سبقنا قلنا الألوان الأولية هي التي لا يمكن إنتاجها، يعني إلا خلطنا الألوان ما نقدروش ننتجوها، مثلا إلا خلطنا الألوان كاملين ما نقدروش نجيبوا الأسود، إلا خلطنا الألوان كاملين ما نقدروش نجيبوا الأحمر، إلا خلطنا اللون الألوان كاملين ما نقدروش نجيبوا الأصفر وما نقدروش نجيبوا الأزرق، وبالتالي طبعا الأبيض. والألوان الثانوية هي اللي كنخلطوها، مثلا أنا إلا خلطت الأزرق والأحمر غيعطيني بنفسجي، وإلا خلطت الأحمر والأصفر غادي يعطيني برتقالي، وإلا خلطت الأصفر والأزرق غيعطيني الأخضر، وهكذا حتى نتعرفوا على الألوان كاملين. هادو هما الألوان الثانوية. إذن على بركة الله غادي نوريكم كيفاش تقوموا بهذا العمل هذا بطريقة جميلة جدا. أحبائي قبل ما تبداو تلونوا ياك، غادي نكملوا الرسم أو غنرسموا. عندنا هنا فلفلة، عندنا اون فريسة، عندنا واحد الجعدة أو نتوما اللي كتقولوا لها الناس ديال الداخل كيقولوا لها خزو، حنا في الشمال كنقولوا لها جعدة. هنا عندنا العنب بالاوراق ديالو، ممكن تزيدوا نتوما برتقاله، ممكن تزيدوا حبه كرز، الكرز اللي كنقولوا له حنا حب الملوك، ممكن تزيدوا اي حاجه. اذا غنبداو نرسموا احبائي. انا غادي نرسم لكم مثلا نقدر نرسم لكم برتقالة، بحال هكذا مثلا، نقدر نزيد نكمل على هاد العنب، غير دويورات، إما دويورات ولا أنصاف الدوائر ولا اللي عجبكم. ممكن تعملوا هنا اي حاجه بغيتوا، ممكن تعملوا موزه، ممكن تعملوا اللي بغيتوا. اذا باش غادي مي غنكمل الرسم بطريقه يعني كما حبيت انا نرسم اي فاكهه بغيت، اول حاجه شنو غادي نلون؟ ما غاديش نلون الفواكه احبائي الصغار، غادي نلون الغطاء ديال الطاوله، غادي نكمل على هاد الالوان هادو. ما هما اللوانه؟ هنا عندكم وليداتي جوج اختيارات، اما تلونوا الغطاء ديال الطاوله باقلام النبات والخضر بالملونات الخشبيه، واما العكس او بجوج او اللي بغيتو. غير هي ملي كتبعوا هذه الطريقه هذه نتوما كتعرفوا بان الاقلام النباتيه كتبان اكثر من الاقلام ديال الخشبيه، وبالتالي انتينا كترسم الخلفيه ديال الصوره، بمعنى انني غادي نشبر مثلا الازرق الفاتح والازرق الغامق، وغادي نكمل الغطاء ديال الطاوله اللي هو مربع ازرق، مربع مغلق، مربع مفتوح، وهكذا. اذا الا خدمت مثلا انا هذه
الا خدمت الطاوله بهذه، بمعنى غادي نعطي فرصه للفواكه انهم يبانوا فوق الصوره، لان كما كتلاحظوا هما واخا كتصبغ كيبقى لك اللون ديال الشراطي ديال الطاوله كيبانوا في الفاكهه. اذا انا شنو غادي نختار؟ غادي نختار الطريقه اللي غتناسبني في الرسم. اما غادي نرسم غنلون هادو بالالوان الخشبيه وهادو بالالوان اللابد، واما العكس. انا في نظري يعني نصيحه مني انكم تعملوا الطاوله بالاقلام ديال الخشبيه، لان الا مشيتوا عدلتوا الطاوله باقلام اللابد، هاد اللي رسمنا حنايا لاحظوا بان كاين شراطي هنايا غادي يبقاو يبانوا. هذيك الا كنتي كتعرف ترسم طبعا ما غاديش تدخل في الفاكهه، على داكشي قلت لكم انا رسموا عاد لونوا. الا كنتي كتعرف تلون ما غاديش تدخل في الفاكهه، ما غاديش تدخلها. ولا ما كنتيش كتعرف تلون يعني غتدخل في الفاكهه وغيبقى ديك التلوين كيبان. اذا احسن حاجه انني نلون هذيك الخلفيه ديالي بالالوان الخشبيه مثل هاد بحال هاد الطريقه. لاحظ اوليدي ولا بنتي هذه مفتوحه غنعملها انا مغلوقه، نحاول ما امكن ما نخرجش على السطر. نحاول ما امكن ما نخرجش على السطور، نحتفظ بالسطور. طبعا ما ندخلش للفاكهه اللي رسمتها ولا اللي مطبوعه في الكتاب، ما ندخلهاش. نحاول ما امكن على قدر المستطاع او تستعملوا ديك الحيله اللي وريتكم في الفيديو اللي فات، في الفيديوهات اللي فاتوا، انني نستخدم المسطره ونحدد بها القناه ديال الشرطه باش ما نخرجش على الاطار اللي عندي مرسوم. حاول ما امكن انني نتكي على الملون باش يعطيني ديك الازرق اللي انا باغيه نجيبو في اللوحه بحال هكذا مثلا. وهنا غادي نعمل العكس، غادي نعمل العكس، بمعنى ان عندي هذه مغلوقه غادي نعمل اللي قدامها مفتوحه. وكما قلت لكم ما ندخلش للفاكهه، طريقه سهله وجميله جدا وليداتي، سهله الله يوفقكم. واللي بغاني نحط له شي فيديو اخر في شي ماده اخرى ما عنده مشكل فيها ما كيفهمهاش عادي يا وليداتي، انا مستعده نخدم معكم جميع المواد اللي بغيتو ونفهمها لكم بطريقه جد 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 مبسطه، ونحط لكم فيديوهات باش تستافدوا، لان القصد من هذه القناه انكم وليداتي تتعلموا فقط. يعني ماشي القصد منا ان تحقق المشاهدات ولا الاشتراكات ولا الربح، عادي يعني بحال هذا الطريقه وليداتي. انا كنعرف بان هنا عندك اختيار فلفله مثلا، عطاك الفلفله ياك، عندي اختيار كاين ثلاثه الانواع ديال الفلفله ولادي، كاين الاحمر كاين الاخضر كاين الاصفر، عمل انتينا اللي بغيتي اللون اللي بغيتي. انا كنعدلها في الاخضر باش نقدر نلعب بالاخضر الفاتح والاخضر الغامق. كيفاش غنعمل؟ غنعمل النبته ديالها بالاخضر الفاتح وكذلك النبته ديال الفلفله، ان هي بيدها كتكون هذه، غنخلط هاد النبته ديال الفلفله غنلعب فيها، غنخلط صافي رشقت لي غنخلط. انتينا عاوتاني اوليدي ولا بنتي رشق لك كما رشق لك لعب فيها مثلا هيدا. وهذه غنلونها باللون الاخضر وغنحاول ما امكن كما قلت لكم ما نخرجش على الاطارات اللي مرسومه لي، يعني ما نخرجش على هاد الشريطات. كومسا سهله ياك، سهله. انا كنوريكم يعني كيفاش تخدموا، بغيتوا تخدموا باللابد خدموا باللابد، بغيتوا تخدموا بالملونات خدموا بالملونات، باش مرشق لكم خدموا وليداتي خدموا. انا الاغلبيه ديال الاوقات في بعض الحالات اللي كنخدم الالوان الاقلام اللبديه، ولكن في الاغلب ديال الاوقات كنخدم بالاقلام
هذه هي الخشبيه. هنا كنعرف بان الجزره كيكون فيها البرتقالي والاحمر، اذا غادي نعمل البرتقالي هو الاولي، وغنوريكم واحد الحيله مزيانه غتعجبكم حق ما تشكموش بيا. دائما كنقول لكم اوليداتي ما تشكموش بيا، الاساتذه ديالكم تقولوا حنا شفناها في اليوتيوب وعلمتنا واحد الطريقه سريه بيناتنا، يعني ما تشكموش بيا الاساتذه ديالكم، غتخليو هذا السر بيناتنا. بحال هكذا لاحظوا بان الصوره بدات كتكمل وبدات كتبان جميله جدا. غناخذ اللون الاحمر وليداتي وغادي نحاول ما امكن نعمل بحال الظل في الحاشيه ديال هذه التجعيده هذه، باش نعطي واحد النوع ديال الاحترافيه. يعني بحال نقول للاستاذه شوف الاستاذه ديالي ان راني كنعرف نرسم، ما كنقول لكم ما تشكموش بيا وصافي، انا نوريكم اللي بغيت. انا التلاميذ ديالي ملي كنقول لهم ما تشكموش بيا كيبقاو يضحكوا كيبقاو يضحكوا كيموتوا بالضحك. بحال هكذا غنستاذنكم واحد غنوريكم واحد اللعبه جميله جدا، هي ديك الخطيوطات اللي كيكونوا في التجعيده، ديك الخطيوطات اللي كيكونوا في التجعيده شي النقيطات هيدا الشريطات، حنا غنعملوهم بهذه الطريقه هذه. انا ملوحي حدا هنا هكذا، شوف لاحظ نكبر لك التصويره باش تشوف مزيان كومسا. ها هي شفتيها، ونكمل العمل ديالي كما حبيت ورديت كما بغيت اولني ابنتي كما بغيت. لاحظوا بان الصوره بدات كتبان مزيونه ياك، الى عجبتكم خليو لي في التعليق بان راه الصوره عجبتنا. هذا هو الدرس الثاني من دروس التربيه التشكيليه، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا احبائي الصغار وتكونوا عرفتوا كيفاش تكملوا، ودائما كنتمنى نلقى التعليقات ديالكم والاراء ديالكم. اللي عجبو يحط لايك، واللي ما عجبوش يحط ديسلايك، اللي عجبو يعمل ليها واللي ما عجبوش يعمل ليها، هيدا صافي تفهمنا وتحاولوا ما امكن. انا المهم وريتكم يعني هنا التشينة، هنا كملت على حب الملوكه، لونت لكم الفلفله، لونت لكم هذا الغطاء ديال الطبله وانتم تكملوا. لاحظ نكمل وحده مغلوقه وحده مفتوحه، مغلوقه مفتوحه مغلوقه مفتوحه، والوسط كذلك، وما تدخلش على الاطار ديال الفاكهه اللي رسمتي، فهمتي؟ باش هاد الشراطي هادو يتلو الفاكهه هادو تلون وما يبقوش هاد الشراطي كيبانوا. كنتمنى تكونوا استفدتوا وليداتي، وكنتلاقى معكم ان شاء الله في الفيديو القادم باذن الله. الله يوفقكم والله يسهل عليكم، دمتم في رعايه الله والى اللقاء ان شاء الله.